المزيد من المتابعة معانا على التليفون دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور، وبسأل حضرتك طبعا عن المتوقع خلال هذه الزيارة. يمكن كان الدكتور عمرو الجرحي كان بيتكلم عن اننا انجزنا 80% من الاجراءات الاقتصادية الصعبة اللي ليها علاقة برفع الدعم او تحرير سعر الصرف او غيره، ولكن زي ما حضرتك متابع ان في زيادات دلوقتي موجودة بالنسبة لاسعار النفط برميل. النفط ارتفع من 49 ل 57 دولار في الفترة الماضية. حضرتك شايف ان ده ممكن يخلينا نعجل بموضوع رفع جزئي للدعم قبل نهاية العام الحالي؟ لا، قبل اخر السنة دي صعب قوي، لان المواطن المصري مش هيقدر يتحمل الضغوط دي كلها، خاصة انت عارف البنزين والسولار والمازوت بيرتفع، كل حاجة بترتفع معاه، وبالتالي معدل التضخم اللي وصل ل 33.8 ممكن يوصل ل 40 و 42. فما اعتقدش ان الحكومه عندها استعداد تخش في الدوامه دي، خاصه ان صندوق النقد الدولي زي ما حضرتك بتقولي قال انا سعيد باللي بيتم في مصر، ولكن مش سعيد بمعدل التضخم المرتفع، وطلب من البنك المركزي والحكومه ضروره العمل على التخفيض. وكان اقترح في الزياره قبل الزياره الماضيه، اقترح ان ما لازم البنك المركزي يرفع سعر الفايده علشان يمتص السيوله اللي في السوق ويخفض معدلات التضخم. فما اعتقدش ان الحكومه ممكن تعمل الخطوه دي قبل اخر السنه، على الاقل خالص من منطلق خطوتين في الراس بتوجع. فاحنا لسه شايفين التعويم، وبعد كده رفع ده جزئي لدعم الطاقه، وبعد كده الضرايب اللي استحدثت، كل الكلام ده بيقول المواطن ايوه رئيس الجمهوريه بيشير بالمواطن المصري وقدرته على التحمل، لكن مش هنضغط عليه قوي علشان يقدر يبقى مقتنع بيه السياسات دي ويقدر يكمل المسيره.